قال رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج إن خدمات المياه والصرف الصحي تعاني شللا كبيرا جراء قصف الاحتلال المستمر، ودعا السراج المؤسسات الدولية ذات العلاقة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل معدات ومركبات البلديات اللازمة لاستمرار تقديم خدماتها. تعاني بلدية غزة وجميع بلديات قطاع غزة من شلل كبير في خدماتها المقدمة للمواطنين. الخدمة الأساسية الأولى هي خدمة توفير المياه، حيث تنقص كميات المياه بشكل كبير وجودة المياه أيضا غير متوفرة. كميات المياه المتاحة للشرب هي شحيحة جدا بل تكاد تكون معدومة. خدمة توفير الصرف الصحي أيضا للمواطنين تقريبا غير متوفرة، وتتجمع كميات كبيرة من المياه غير المعالجة في الشوارع وفي الطرقات وكذلك في مراكز الإيواء بل في المستشفيات.